سنتابع المزيد من التفاصيل وتحليل مشاهدينا الكرام، وتنضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذة نسرين الصباحي الباحثة بوحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذة نسرين. يعني نتحدث هنا عن اتفاق تم ما بين إثيوبيا وإقليم انفصالي هو إقليم أرض الصومال ليكون هنالك منفذ إثيوبيا على البحر الأحمر في منطقة القرن الإفريقي. طبعا صومالي لاند أو أرض الصومال هو إقليم انفصالي لا تعترف به أي دولة. حدثينا عن طبيعة هذا الإقليم، وضعه عبر السنوات الماضية. نعلم أنه يعني أعاد إعلان استقلاله رسميا بعد الحرب الأهلية في الصومال، واللي راح ضحيتها حوالي ربع مليون من المدنيين. اولا اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. خلينا بس في البدايه نتكلم عن توقيت مدللات الزياره. الحقيقه ان الزياره جايه في سياق شديد الحساسيه والدقه، زي ما حضرتك ذكرت في الاول ان في ظل تعرض الصومال لانتهاك لسيادته جراء الاتفاق المبدئي لابرامات اثيوبيا مع ارض الصومال. ارض الصومال هي بتعتبر الجزء اللي يتجزا من الصومال، هو يعني زي ما حضرتك ذكرت ايضا ان هو حاول ان هو يستقل بعد انهيار نظام سياد بيري منذ 91، وإثيوبيا قامت بتصرف يعني بيمس سيادة الأراضي الصومالية بتوقيع هذا الاتفاق. والحقيقة أن الزيارة جاية بتؤكد على دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال، ورفض مصر لأي تصرف من شأنه أن يمس سيادة الصومال ويهدد وحدة واستقلال أراضي. نعم. في ظل أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الصومال لموقعها الجيوسياسي في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، علشان من شأن الاتفاق ده إن هو يحدث اضطرابات في المنطقة وتداعياته بعد كده على المناخ البحرية، وفضلا عن مخالفته لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الحقوق. نعم. إذا تحدثنا عن ردود الفعل إفريقيا حتى الآن على هذا الاتفاق غير القانوني، ويعني إثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي اعترفت بهذا الإقليم بموجب الاتفاق، ما هي ردود الفعل إفريقيا بين الدول الإفريقية؟ حتى الآن في دول يعني متفقة مع مصر في نهجها بضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة أرض الصومال. يعني الحقيقة هو الإقليم غير معترف به دوليا، إثيوبيا هي اللي قامت بهذه الخطوة مؤخرا بعقدها هذا معقد الصومال. نعم. إذا تحدثنا الآن عن الخيارات المطروحة للتعامل مع هذا الاتفاق غير القانوني وغير الملزم، ما هي أهم الخيارات؟ الحقيقة أن يعني أن الصومال هي جزء من الأمن العربي أيضا، فهي عضو في جامعة الدول العربية وكذلك عضو في الاتحاد الإفريقي، فتوجد هناك مواثيق قانونية تنص على يعني حق دولة الصومال في الحفاظ على يعني أراضيها ووحدتها وعدم السماح لأي إقليم انفصالي في الاستقلال عنها، فهي لها حق يعني التصرف في ذلك في إطار اللي هي المواثيق القانونية. نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الأستاذة نسرين الصباحي الباحثة بوحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.